بخير مدام، بخير حكيم، ان شاء الله بخير. علي وش راك؟ حيت عمو لاباس. طلع علي خلاص ان شاء الله. ما عندي صون صون فوالا. الحمد لله، يعني خنشة اليوم نالت السبق في تركيب يعني دو بومب لزوج ولاد اللي عندهم السكر النوع الاول. هاد الاولاد هادو يعني اللي نديروهم ان شاء الله يكونوا ولاد اخرين، باش يعني نقصوا عليهم هذيك الاباري اللي يديروا كل مره 5 6 مرات في النهار، ويعيروا 5 6 مرات في النهار، ويخافوا يهبطهم السكر خاصه في الليل مع الاولياء نتاعهم، يباتوا ما يرقدوش، يعسهم دايب السكر، ولا كيما يدخلوا الاغماء الى غير ذلك. يعني المشكله هذا كل ان شاء الله يتنحى. الحمد لله اليوم على مستوى مركز البلسم الشافي ولايه خنشله قدرنا نحطوا مضخه الانسولين لطفلين اللي مثلوا الصنف السكري الصنف الاول. مضخه الانسولين هي عباره عن احسن حل وانجح حل تم استعماله من خلال سنوات على مستوى اوروبا وعلى مستوى الولايات المتحده الامريكيه. اليوم الحمد لله راهي متوفره في الجزائر وفي الشرق الجزائري وعلى مستوى ولايه خنشله لاطفالنا اللي عندهم السكري الصنف الاول، باش نغيروا حياتهم من مستوى الى مستوى عادي، بحيث انهم ما يكونش فرق بينهم قدر الامكان والاطفال الاخرين. تهنتنا من المشاكل اللي كان يعاني منها بالنسبه للسكري، كان السكر تاعو يطلع بزاف يهبط بزاف. بفضل هذه المضخه حنتهناو من حوايج بزاف خلاص، وهو بعد بربي ان شاء الله نتمنى انه تساعدوا وتسهلوا الحياه حنا وهو.